اليوم في محاضرة إربد، احنا اليوم في محافظة إربد أثير إذاعة الأمن العام في إحدى المدارس حتى ننقل واقع الطابور الصباحي والعام الدراسي الجديد. يشارك طلابنا الأعزاء هذه الفرحة، نصب على كل الأساتذة الأفاضل، المعلمين الأفاضل الذين علمونا أبجدية الحرف والكلمة، وعلى وزارة التربية والتعليم في هذا الصباح. صحيح. ننتقل مباشرة احنا وياك زميلة ألكسندرا إلى العقيد ياسر الحراشي. نعم. مدير إدارة السير المركزية حتى نسمع منه الإجراءات التي اتخذتها إدارة السير المركزية كإحدى إدارات مديرية الأمن العام في موضوع استعداد العام الدراسي. نعم. عقيد ياسر صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير علي بك، الله يصبحك. عقيد ياسر، اذا تكرمت يعني تعطينا فكره عن الاستعداد للعام الدراسي. احنا اليوم في مدارس إربد تحديدا، العام الدراسي احنا اليوم في مدارس إربد تحديدا، وشفنا انتشار لنشامه السير وعدد من نشامه ونشميات السير لتنظيم العمليه المروريه والمساهمه في التخفيف من الحوادث ان شاء الله، فنسمع من خلالك اذا تكرمت. يعني بدايه اخي الكريم اسمح لي اني انا يعني ابارك لطلابنا ببدء العام الدراسي الجديد، واتمنى لهم ان شاء الله عام دراسي كله يعني جهد وتحصيل علمي وتفاني في دراستهم لما في مصلحتهم ان شاء الله تعالى، ويعني نسلم على الاساتذه الافاضل جميعا يعني في كل مدارس المملكه الاردنيه الهاشميه اللي نتمنى لهم التوفيق في اداء رسالتهم الانسانيه فيما يتعلق بتعليم طلابنا، واتمنى ان شاء الله من كل اساتذتنا المحترمين انه يكونوا اعوان مرور لنا في بدء العام الدراسي الجديد، وانه نكون في نوع من التوعيه المروريه امام مدارسهم، ويكون في فريق من الطلاب مخصص لهذه الغايه بالفتره الصباحيه والفتره المسائيه حتى نقطع طلابنا الشوارع الرئيسيه بدون ان شاء الله ما يكون اي في حوادث او اصابات بطلابنا عند المدارس. تعرف اخي الكريم بدايه عام دراسي جديد، واليوم هو اول يوم بهذا العام الدراسي. الان يعني بدي اتحدث عن العاصمه عمان، في عندنا يعني حركه مروريه كثيفه في كل الشوارع الرئيسيه، وهذه الحركة يعني وخصوصا عند المدارس الرئيسية اللي موجودة على الشوارع الرئيسية، يعني الكلية العلمية الإسلامية، مدارس وهبي تماري، إكسفورد، يعني الفرير، هاي كلها مدارس الآن تشهد حركة من قبل إخواننا أولياء الأمور، يعني لأنه ما في اليوم باصات بتودي الطلاب أو تحضرهم باتجاه المدارس، فأولياء الأمور هم جايين في سياراتهم الخاصة باتجاه المدارس حتى يوصلوا طلابهم. بوجه رساله لاولياء الامور انه يتعاونوا معنا يعني في هذول اليومين اللي حتى يعني يستقر خلينا نقول الدوام الرسمي اعتبارا من صباح يوم الاحد، وتعود الطلاب يستخدموا الباصات، يعني يتعاونوا معنا عند المدارس انه ما يوقفوا بالشوارع الرئيسيه، ما يعيقوا حركه السير في الشوارع الرئيسيه، يعني انا عندنا ضغط في مدارس وهبي تماري، عندنا ضغط عند الكليه العلميه الاسلاميه، عند مدارس الفرير، عند مدارس اكسفورد، في ضغط على المدارس اللي موجوده على الشوارع الرئيسيه، لكن الحمد لله لهي الساعه 8:30 الان بدات الحركه بشوارع عمان بالاستقرار وتميل لانه الهدوء التام وفي الشوارع الرئيسيه. في عندنا خطه مروريه نطبق فيها اليوم بالمدينه الطبيه في عكس اتجاهات السير باتفاق بيننا وبين اخواننا في الخدمات الطبيه، وبدانا في تطبيقها من الساعه 6:30 صباحا، والامور فيها ممتازه جدا الحمد لله، يعني حتى الحمد لله ما صار اي ضغط على شارع الملك عبد الله الثاني نتيجه تطبيقنا للخطه المروريه. بوجه نعم. رساله الى اخواني واصحابين المدارس انه نراعي ما يتعلق بالتجهيزات الفنيه للباصات اللي بتقل الطلاب في الفتره الصباحيه والفتره المسائيه، بده يكون هذا الباص مجهز فنيا، بده يكون صلاحيه في الاطارات، بده يكون في عندنا صلاحيه في وثائق السائق والمركبه، ما نحمل طلاب زياده بباصاتنا حتى يكون في نوفر يعني اكبر قدر من السلامه المروريه لطلابنا اثناء استخدامهم لهي الحافلات او هاي الباصات. يعني هاي رسالتنا في هذا اليوم لجميع زملائنا، واكرر مره ثانيه لكل اخواني واخواتي الاساتذه ومعلمين الاجلاء والافاضل انه احنا كل مدرسه موجوده على شارع رئيسي بدنا نتعاون احنا وياهم فيما يتعلق بالتوعيه المروريه، ويكون في فريق من الطلاب احنا مستعدين نشاركهم وندربهم حتى كيف يقطع الطلاب، ونعطيهم شو هي العلامات اللي هي المروريه الضروريه اللازمه حتى يقطع الطلاب امام المدارس وبكل سلامه
في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. أتمنى من إن شاء الله يعني كل التحية والتقدير لزملائنا في إدارة السير المركزي. حقيقة زميل أكساندرا زي ما تفضل العقيد ياسر الحراحشي مدير إدارة السير المركزية، كان هناك توجيهات مباشرة من قبل عطوفة مدير الأمن العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن سلامة طلابنا بالتنسيق مع الجهات العلاقة منها التربية والتعليم. لكن حاب أشكر عطوفة محافظة إربد مدير شرطة إربد العميد أنور القراولي اللي سهلوا مهمة فتحنا في داخل المدارس من داخل المدرسة. أمنيات إن شاء الله بالسلامة للجميع. عودة للزميلة الساندرا وكل مشاهدينا في التلفزيون الأردني مع التحية والتقدير والاحترام. نعم شكرا لحضرتك الرائد علي حياصات أكيد، ولضيفك الكريم ولكل مستمعين إذاعة أمن إف إم. منصبح عليكم مرة جديدة وأمنياتنا بالخير لكل الطلاب في العام الدراسي الجديد. كل عام دراسي هم بألف خير، وإن شاء الله يكون كل التعاون اللازم مع الأهالي أهالي الطلاب للمحافظة على خلينا نقول عام دراسي في نشاط وحيوية وأيضا في التزام والالتزام بالقواعد حتى نسهل الأمور على الجميع. شكرا لحضرتك. ومشاهدينا بدنا نروح لفاصل قصير ونرجع حتى نستعرض فقراتنا ليوم جديد لهذا الصباح. خليكم معنا.